للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ الاقتصاد دكتور علي الإدريسي. دكتور علي، بعد التحية، يعني نتابع جميعا موجة من التضخم تجتاح العالم أجمع، يعني تابعنا في التقرير الآن ما يحدث في إيطاليا، ويعني نسبة التضخم وصلت إلى 6.8%، أعلى مستوى يعني وصل إليه التضخم في إيطاليا منذ 1990. هل يعني الأزمة الروسية الأوكرانية هي السبب الوحيد والأساسي وراء هذا التضخم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين الكرام. خلينا نقول طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية يمكن سبب رئيسي، لأن هي أثرت بشكل واضح على إمدادات الطاقة بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي، أثرت في الاتفاقات الكبيرة جدا في أسعار الطاقة عالميا، أثرت كمان على سلاسل التوريد والإمداد. فبالتالي المشكلة الأساسية والسبب الرئيسي في الارتفاعات الكبيرة لمعدلات التضخم عالميا بتيجي طبعا سببه في المرتبة الأولى الأزمة الروسية الأوكرانية، ولكن ده برضو ما ينكرش أن تداعيات جائحة كورونا وحالة التعافي التدريجي للاقتصاد كانت وراء برضو ما يقف بعودة التضخم العالمي. يعني يمكن كان في تقرير في لصندوق النقد الدولي من شهر 2 الماضي، وكان هناك حديث عن عودة التضخم العالمي مع زيادة الطلب عالميا، ده كان ليه دور. لكن طبعا الأزمة بالاعتماد الكبير جدا للاتحاد الأوروبي على روسيا في امدادات الطاقة وعدم وجود بدائل حتى هذه اللحظة نقدر نقول ان هي كافية وبديل كامل عن الجانب الروسي، ده اكيد مأثر بشكل واضح معدلات التضخم، مش بس حتى على الاتحاد الاوروبي، لكن احنا شايفين كافه دول العالم بتعاني من معدلات التضخم، معدلات قياسيه، مش الاقتصاد الايطالي بس، احنا بالعكس، احنا يمكن تابعنا كمان الايام الماضيه من اول اقتصاد الولايات المتحده الامريكيه 8.6% وهو الاعلى على مدار 40 عام، احنا بنتكلم بقى الاقتصاد الايطالي معدل التضخم الاعلى على مدار اكثر من 32 عام، وده الحال المستمر في كافه اقتصادات العالم، وده يمكن كمان حتى على مستوى الدول الغنيه والمتقدمه مثل دول الاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه لم يشهدوا الموجات التضخميه دي لفترات طويله، وده بالنسبه لهم يمكن يكون وضع جديد جدا، وده اللي كمان ابتدى يدفع البنوك المركزية على مستوى العالم ان هي ترفع من اسعار الفايدة. يمكن ده كان سؤالي لحضرتك، يعني على ذكر الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وتأثيره على يعني دول العالم بشكل يعني بشكل واسع. يعني خلينا نقول طبعا يعني احنا شايفين ارتفاعات الفيدرالي ثلاث مرات بشكل متتالي، ابتدى يدفع البنوك المركزية لرفع أسعار الفايدة. احنا يمكن بالنسبة للمركز الأوروبي في توقعات الشهر القادم بإذن الله ان احتمال كبير هيكون في رفع لأسعار الفايدة لمواجهة التضخم، شايفين بنك انجلترا كان رفع أسعار الفايدة، معظم الدول العربية والاقتصادات الناشئة ابتدت ان هي تتحرك على رفع أسعار الفايدة، أصبح ده اتجاه عام بالنسبة لدول العالم باستثناء يمكن روسيا والصين، هم اللي بيخفضوا بس من أسعار الفايدة، وده يمكن جزء منها خليني أقول سياسي قبل حتى ما يكون اقتصادي. لكن بشكل عام معدلات التضخم وارتفاعها بيأثر بشكل واضح على رفع أسعار الفايدة، واللي بتأثر بعد كده في ما يعرف بحالة من حالات الركود التضخمي نتيجة أن رفع أسعار الفايدة واحد من أهم المعوقات اللي بتؤثر أكيد في حركة الاستثمار المباشر، وإزاي أن هي بينتج عنها عديد من المشاكل الأخرى. يمكن ده بيدفعني أسأل حضرتك دكتور علي، هل الاتجاه نحو يعني توجه الدول نحو إصلاحات مالية أم إصلاحات اقتصادية؟ الإصلاحات الاقتصادية هي المفهوم الأشمل واللي بتضم في يعني فحواها وفرحها السياسات المالية والنقدية وسياسات الاستثمار والتجارة الخارجية وخلافه، ولكن خلينا نوصل لنقطة أساسية أن أصبح العالم كله دلوقتي بيتحرك على فكرة الاكتفاء الذاتي والعمل على تقليل حجم الاستيراد،
وده يمكن اصبح النهج دوت مش على بس حتى مستوى الاقتصادات الناشئه، لكن حتى على مستوى الاقتصادات الكبرى، لان فكره العولمه الاقتصاديه والاعتماد المتبادل زي ما كان ليه بعض الايجابيات، لكن من ضمن سلبياته هو سرعه انتقال الازمات والصدمات الاقتصاديه. وزي ما احنا شايفين كمان ان بقى هناك اتجاهات ما بين كتير من الدول اللي بتعلن عن وقفها لعمليات التصدير للسلع الغذائيه وسلع اساسيه، فبالتالي النهج دلوقتي كل دول العالم بتتحرك عليه الوصول لمستويات اعلى من الاكتفاء الذاتي. طب دكتور علي، يمكن عوده لايطاليا وما تبعناه في التقرير انه وسائل اعلام ايطاليه بتقول انه بعد تفشي وباء كورونا والازمه الاوكرانيه، وانه الازمه الكبرى الان في العالم هي ازمه الغذاء، وتحديدا في ايطاليا بتواجه ازمه قمح كبيره، وربما هذه ازمه موجوده في دول كثيره في العالم. يعني كيف يمكن مواجهه هذه الازمه تحديدا ازمه القمح في دول مختلفه وتقليل فاتوره الاستيراد السلع الغذائيه تحديدا؟ الفكره كلها ان روسيا واحد من اهم منتجي القمح على مستوى العالم، وروسيا في الوقت الراهن لديها اكثر من حوالي 50 مليون طن قمح يعني بتستطيع ان هي تقدمه للتصدير. روسيا بتضغط بملف القمح مقابل الغاء العقوبات اللي تم فرضها عليها، وده يعني يمكن ملف اصبح شائك جدا، بجانب كمان ان احنا بنشوف ان في حوالي 20 مليون طن قمح من جانب روسيا قابل للفساد نتيجه عدم القدره على التصدير. الاتحاد الاوروبي وغيرها كمان من الدول الافريقيه والاسيويه بيعتمدوا بشكل واضح جدا على روسيا كسله للغذاء، فبالتالي عدم تقديم القمح الروسي للاقتصاد العالمي اكيد ده بيأثر بشكل واضح على وجود ازمه في الغذاء، وبالتالي الاتجاه دلوقتي لوجود نوع من انواع التفاوض للحصول على القمح الروسي باي شكل، علشان أزمة الغذاء هي أصبحت أزمة عالمية ومحور حديث كبير جدا، وبيصيب الاقتصادات الكبرى قبل حتى أن يصيب الاقتصادات الصغيرة. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، كنت معنا عبر الهاتف.